السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل أحبائنا الكرام، أعزائنا المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من صائد النجوم. حلقة جديدة النهاردة في صائد النجوم، البرنامج الذي يعالج كثيرا جدا جدا من القضايا في قطاع البراعم والناشئين، والآن أصبح كمان بيعالج قضايا الفرق الأولى والفريق الأول وكل المشاكل اللي موجودة في الرياضة المصرية. الحمد لله وفضل الله مستمرين مع حضراتكم في برنامج صائد النجوم عشان كمان نقدر نقدم كل ما يفيد القطاعات الصغيرة والقطاعات الكبيرة والبراعم والناشئين، النشء الصغير اللي بيطلع اللي بنتفرج عليه، اللي عايزين في يوم من الأيام نحس إن إحنا عندنا منتخب زي ما كنا بنقعد زمان قدام المنتخب المصري. كانت كل مصر لما يكون في مباراة ما بين منتخب مصر منتخب الجزائر منتخب أي مباراة للمنتخب المصري، أعتقد إن حتى السيدات اللي ما كانش ليها في الكورة كانت بتقعد تتفرج. كنا بنحس إن مصر كلها مجتمعة على منتخب مصر، لكن أعتقد النهاردة لما بيكون في مباراة لمنتخب مصر ما حدش بيتفرج، لا أهلاوي ولا زملكاوي، ما فيش حد بيتفرج غير الجهاز الفني اللي موجود في المدرجات اللي بيتفرج على المنتخب. بقى الموضوع للأسف الشديد عبارة عن تجارة. حتى المنتخب المصري اللي كان بيقدم لنا كورة أو كان بيقدم لنا حاجة وطنية، ملحمة وطنية بتجمع مصر كلها قدام التلفزيونات وفي الملاعب وفي الاستادات عشان نتفرج على كورة، للأسف الشديد انتهى الدوري المصري الموسم ده، وفاز النادي الأهلي بنبارك له ألف مبروك على حصوله درع الدوري المصري للمرة 42 في تاريخه، ألف ألف مبروك للنادي الأهلي. ولكن انتهى الدوري المصري بلا إفادة على الإطلاق. يعني إيه بلا إفادة على الإطلاق؟ للأسف الشديد الدوري انتهى، ولكن الحاجة الوحيدة الإفادة في الدولة إن الدولة عدت مرحلة الكورونا، قدرت إن هي تتماشى مع الظروف، قدر النشاط يرجع بشكل كبير، ودي حاجة لا خلاف عليها. اشتغلنا كويس واتكلمنا كويس والدوري استمر بشكل كبير في ملحمة رياضية وكإعلامية وكشغل بشكل كويس جدا جدا ومثير للاهتمام، ورعايات واستديوهات تحليلية وما أدراك من الخلاف ده، كل ده اشتغل كويس. ولكن المشجع استفاد ايه؟ احنا كمشجعين اتفرجنا على كرة ازاي؟ استمتعنا ازاي؟ شفنا الرياضة بشكل عام ازاي؟ حتى الفار اللي جه مصر للأسف الشديد ضيع نكهة الكرة اللي كنا بنتفرج عليها. أصبح دلوقتي اللاعب اللي عايز يغير التيشيرت بتاعه علشان يطلع أو احتياطي عايز يروح للفار، هو أنا طلعت في الفار وأنا بغير التيشيرت؟ هو أنا طلعت في الفار وأنا بشرب مية؟ أصبح الفار ده كل اللاعب عايز ياخده معاه البيت، كل اللي بيكح في الملعب النهاردة عايز الفار. الناس بتستخدم كل التطورات التكنولوجيا في العالم بطريقة، والمصريين بيتصرفوا فيها بطريقة مختلفة تماما. النهاردة لما نلاقي لعيب 2013 ونقول عليه الموهبة الفزة اللي هيكسر الدنيا، ده 2013 ده الكورة أكبر من الولد. موهبة إيه الفزة؟ إحنا النهاردة بنصنع من النجوم الصغيرة عمالقة الكورة المصرية، وده خطأ كبير جدا على فكرة، خطأ كبير جدا إن أنت تخلي ولد صغير 2013 و2012 و2010 نجم الكرة المصرية القادم. قادم فين؟ إذا كان أنا عندي الأساسيات بتاعت اللعيبة اللي موجودة في الدوري المصري النهاردة، مفيش أساسيات. إزاي مفيش أساسيات وأنت بتقول لي لعيب 78 مليون و100 مليون؟ مفيش أساسيات للأسف الشديد، ولا أساسيات أخلاقيات، ولا أساسيات اتربى عليها كمدرب. ليه كمدرب؟ النهارده لما نلاقي كابتن عصام الحضري خلص كوره وعايز يبقى مدرب، هو التدريب اصبح النهارده ان انا نجم منتخب مصر او نجم النادي الاهلي او نجم نادي الزمالك اخلص وبطل النهارده وابقى كمان مدير فني او مدرب وكمان فريق اول؟ لازم تطلع من تحت. ده حتى التعليم بنبدا فيه من اولى ابتدائي لغايه الجامعه، في حد في الدنيا بيخش الجامعه قبل اعدادي او ثانوي؟ لا، ده دي ألف بيه على فكرة ملهاش دعوة بكورة، ولكن ليها دعوة بأساسيات، ليها أن أنا أتربى على أساسيات. في مدربين النهاردة في درجة رابعة سافروا واشتغلوا وتعبوا على نفسهم عشان يعملوا تاريخ ولازالوا في الدرجة الرابعة، وأنا عندي واحد ما شاء الله عمل من الملايين ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، وعمل من الشهرة ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، ولكن عشان تبقى مدرب لازم تبدأها من تحت.
ولازم تاخد شهادتك اللي هي الشهادات بتاعت الناس اللي تعبت، مش عشان انت نجم كبير تاخد الشهادة وانت قاعد في البيت. في البيت اه تاخدها وانت قاعد في البيت، وده بيحصل. خلينا نكون صرحة، خلينا نكون صرحة وواضحين ان الوساطة والمحسوبية للأسف بتتعمق داخل المؤسسات. الدولة او الرئيس او الناس اللي مسؤولة للأسف بتشتغل شغل فعلا قوي جدا، ولكن الأخطاء فين؟ الأخطاء من تحت. ما هو الوزير مش هيطلع من البيت يلف على الأندية أو يلف على الـ 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 الإدارات أو يقول لهم عيب عليكم اللعيب ده يسوى 70 مليون، ده ما يسواش 3 مليون. في لعيب في الدوري المصري ياخد في السنة 100 مليون ولعيب تاني ياخد 10,000 جنيه؟ هو ده إيه؟ هو ده إيه؟ مين اللي بيحط ده؟ ومين اللي بيعمل ده؟ ومين الهدف إنه يوصل بده لطريق للأسف مسدود؟ خلاص بقى في إحباط في الدوري المصري للاعبين والجماهير حتى الناس بقت ممكن يبقى مباراة قوية جدا ما بين أهلي وفريق تاني ومحدش بيتفرج. الناس كلها عارفة إن الأهلي هيكسب. خلاص ده في دماغهم، إحنا عايزين نتفرج على كورة، عايزين نتفرج على خد وهات، جمل بتحصل من اللعيبة اللي بيدفع فيها ملايين، من اللعيب اللي زعلان إن الأهلي ما مضلوش النهاردة ب50 فنادي تاني دافع له 70، لا أروح أأمن مستقبلي. ما هو عارف إن هو ممكن السنة اللي جاية يبطل كورة. ايا كان ما هي تجاره، عشان كده التجاره نزلت الولاد الصغيرين اللي براعم والناشئين وقالوا عليهم نجوم. ما فيش حاجه اسمها في البراعم لعيب فاز، الموهبه ده من عند ربنا ايا كانت موهبه. انا ما اقولش عليه ان هو الاول، هو محمد صلاح لما راح ليفربول او طلع بره كان امتى الكلام ده؟ لما كان لعيب في المقاولين وكان بيهدف في الاهلي وبيهدف في الزمالك، في الوقت ده بطل. لكن قبل كده كان في معاناة، كان في تعب، كان في شقة، كان بينام بره الملعب، كان كل ده حاجة. وان هو بطل قومي دلوقتي، بطل قومي اه بطل قومي دلوقتي، وربنا يبارك فيه ويعمل لمصر اكبر واكبر. هو ده اللي نقدر نقول عليه البطل الحقيقي. مع عمرو زكي راح وميدو راح وفلان راح والكلام ده كله، لكن الناتج في الاخر ايه؟ هو عمرو زكي زمان كان ايه؟ لكن هو احنا عرفناه بطل او لعيب كورة في وقت معين، لكن في البراعم يتعلم كوره، يمارس كوره. هو ده اللي انا بتكلم فيه وبتكلم فيه بشكل معين. النهارده لما نلاقي الانديه عماله تجيب في مدربين وبغيروا بالخمس مدربين اجانب في موسم واحد لنادي ايا كان زمالك او اهلي. الفكره للاسف الشديد، للاسف الشديد مش بالشكل ان انا اجيب مدرب اجنبي لفريق قوي بيصارع على بطولات وانا عندي خزين عندي من المدربين اللي لعبوا واشتغلوا كويس في النادي وانا راكنهم على الرف بيشربوا الشاي على القهوه. خطا كبير جدا، وده هتكلم فيه بعد الفاصل لان معانا نجوم كبار هيتكلموا في النقطه دي، هسيبها لهم يتكلموا فيها. الحاجه الخطيره والمهمه جدا لما يكون في مباراه في الدوري المصري، وانا بتكلم على الاساسيات الاخلاقيات ما بين طلائع الجيش وما بين وادي دجله، ونلاقي لعيب يعتبر محترف في الدوري ونلاقي لعيب النهارده ولد صغير موجود خارج الخطوط بيقول له الكوره اهي، بيقول له اتفضل الكوره اهي، ايه ذنب الولد انه يتاخد على وشه بالقلم بالمنظر ده؟ انت بتعمل ايه؟ انت كلاعب انت بتاخد ايه؟ فلوس وشهره ودنيا والكلام ده كله عشان خاطر القلم ده؟ هل انت لو مكان الولد ده وباباك او انت قاعد فوق وباباك قاعد وشافك بتتضرب بالقلم، صدقوني انا لو منه هنزل له ارض الملعب، ده ابني هنزل له ارض الملعب ومش هسيبه، هاخده من الملعب. مش بالقوة، الموضوع مش موضوع قوة، موضوع ان انت بتفتري على ولد صغير. ايه ذنبه ان اداك الكرة قوية او مش قوية او ما اداكش الكرة خالص؟ اطلع هاتها انت يا اخي مثلا، ده ولد صغير. للأسف الشديد اتصلت بولي امر الولد عشان يخش النهاردة مداخلة، انا بقولها صراحة على الهوى، لقيت الراجل خايف يخش مداخلة. اصل النادي كلمني لما طلعت مداخلة امبارح في احد البرامج الكبيرة واتكلمت وزعقوا لي وقالوا لي هنقعد ابنك في البيت لو طلعت في برامج تانية واتكلمت. الكرة المصرية تتحدث، هو ده اللي أنا بتكلم فيه. ولي الأمر عشان ابني يبقى لعيب ويستمر في النادي، إيه المشكلة؟ ما اسكت، تسكت خلاص، تأكد وثق، تأكد تماما إن ابنك السنة الجاية مش هيكون موجود في النادي. للأسف الشديد اعذروني ان انا كنت بتكلم بصراحه شديده، ولكن انا قبل ما اكون اعلامي او مذيع او بطلع في التلفزيون انا ولي امر بتكلم بالحس الابوي. هو ده، احنا بندور على حقوق الناس ولكن الناس هي اللي بتساعد
على ان يبقى فيه فساد، على ان يبقى فيه خطأ. واوعى تيجي تقول ده لازم يتعاقب، الاتحاد المصري لازم يعاقبه، اذا كان ولي الامر بيقول لي لا، ولي الامر بيقول لي انا مش، لا انا مش هطلع اتكلم، النادي قال لي اوعى تطلع في التلفزيون تاني او تتكلم في التلفزيون تاني، خلاص يبقى انت كده بتساعد. يبقى ما نجيش نلوم على الاتحاد في القصه دي، او نلوم على الدوله، او نلوم على الرئيس، طالما المواطن بيشجع المسؤول انه ياخد من تحت الترابيزه، او ان هو يرتشي، او ان هو يساعد على ده انه يحصل. خلي الدوله وشغلها فوق وقطعتها فوق، وخلي الولد او خلي المرتشي يشتغل للاسف الشديد. طبعا معانا ضيوف كبار، مش هطول على حضراتكم لان عندنا حوار كبير جدا. كان معانا طبعا رحنا في نادي المقاولين العرب وعملنا افتتاحيه كبيره جدا لاكاديميه نادي المقاولين العرب في مدينه بدر اللي بيرأسها طبعا الكابتن محمد عبد الحميد والكابتن احمد عطيه، حاجه محترمه جدا. معانا تقرير بسيط للكابتن طبعا مسؤولين مهمين جدا في اكاديميه نادي المقاولين العرب. هنطلع لفاصل بسيط مع حضراتكم ونستقبل ضيوفنا الكبار جدا جدا، كابتن محمد السيد لاعب نادي الاهلي السابق والمقاولين العرب السابق والحالي لنادي حلواني العام، مستشار لطفي فياض الناقد الكبير والزملكاوي الخطير. بعد الفاصل انتظرونا. معانا دلوقتي كابتن يسري عبد الغني مدير الاكاديميات الخارجيه لنادي المقاولين العرب. ازي حضرتك يا كابتن يسري؟ اهلا بيك واهلا بكل الناس اللي موجوده ان شاء الله في اكاديميه بدري، ان شاء الله تبقى فتحه خير ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا احنا عارفين ان النهارده الافتتاح بتاع الاكاديميه، انا يعني عايز اعرف ايه سبب الاختيار المكان هنا في مدينه بدر؟ هو اللي اختاروا، احنا بالنسبه لنا الاكاديميات الخارجيه دي الاشخاص بيبقى مشروع شخصي. تمام. واحد مدرب بيتعاقد معانا ان ياخد اسم المقاولين العرب في منطقه معينه ويستغل اسمه، بيبقى تحت اشرافنا احنا الاداري والفني. تمام. على اساس يبقى فرع من فروع المقاولين العرب. ودي بالنسبه لنادي المقاولين العرب بيبقى ليها اكتر من فايده. نمره واحد، بنكتشف مواهب ما بتجيش النادي وبره، وممكن ظروفه ما تسمحلوش انه يجي النادي. صحيح. دي واحد. نمره اتنين، الاجيال الجديده يتعرفوا ايه المقاولين العرب. ما المقاولين العرب ده ما يعرفوش غير الناس الكبار اللي عصروا بطوله افريقيا والدوري انما الاجيال الصغيره دي ما تعرفش المقاولين العرب. صحيح. فلما يبدا يعرف النادي ويروح النادي ويلعب هناك في النادي، بيلعبوا دورات ويلعبوا مهرجانات في النادي، واللعيبه المميزه بناخدهم ينضموا لفرق النادي، وبنعمل انتشار لاسم المقاولين العرب. صحيح. فده الهدف من الاكاديميه. تمام. طيب احنا طبعا عارفين ان كابتن محمد صلاح ابن الاكاديميه. فهل ممكن يطلع محمد صلاح تاني من الاكاديميه؟ بنتمنى، احنا بنتمنى طبعا زي ما كلنا نتمنى ان يطلع اكتر من محمد صلاح. وبرده في الاكاديميات، ودي انا باكد عليها شويه، ان يبقى تجهيز الولاد نفسيا وسلوكيا. محمد صلاح ما هوش فذ مهاريا، يعني في لعيبه في جيله وفرقته كانوا اعلى منه مهاريا، انما امال ايه اللي بيميز؟ انما شخصيته هو شخصيه كويسه، بيعتمد على نفسه، شخصيه مرحه. الولد اتعرض لضغوط وهو صغير، فتعود على الضغوط، انه كان بيجي من بلده من جريج دي مثلا 3 ساعات في القطر عشان يجي يتمرن في المقاولين العرب، ووالده او والدته يستنوه في المحطه، ياخد ميكروباص يروح النادي يتمرن ويخلص ياخد ميكروباص تاني يرجع المحطه عشان اخوه او والدته او والده ياخدوه من المحطه يرجعوا بيه البلد. في جاهد هو تعب كتير، فبقت في شخصيته في تحمل المسؤوليه، وان هو صبور، تعود على المشقه، مش مجرد ما تحصل له مشكله يقول لك ارجع مصر. فهو ده نموذج ليحتذى بيه بصراحه يعني. صحيح. نتمنى يطلع 20 محمد صلاح ان شاء الله. طبعا بوجود حضرتك في الاكاديميه، وبعدين واضح ان الاكاديميه شغاله على التالنت اكتر ما هي شغاله. هو النهارده اول يوم،
فاحنا عندنا لا، اكتر المقاولين العرب يعني ان جنرال نادي عربيكو معروف. طبعا طبعا، انما احنا كمان عندنا اكتر من 25 اكاديميه في منتشرين في انحاء الجمهوريه، فبنتمنى ان يفرخوا لنا اولاد بقى بمستوى كويس، وبالذات في الاقاليم والاماكن البعيده عن النادي اللي هو صعب ان هو يجي النادي. صحيح، لأن بتبقى فيه مواهب موجودة حقيقيا يعني ولم تكتشف. فبنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تبقى اكاديميه كويسه، وافتتاح النهارده يبقى كويس، والاهالي في ميزه في الاكاديميه دي انها في منطقه بعيده يعني ومقفوله، فالأكاديمية دي ممكن تفيد الولاد وأولياء الأمور اللي موجودين في المنطقة دي، متنفس ليهم بشكل كويس، مرنوا تمرين علمي ومقنن بشكل كويس، وبيشرف على الأكاديمية طبعا الكابتن محمد عبد الحميد، واحد من مدربين المقاولين العرب السابقين الكبار، يعني كابتن محمد مدرب كبير معروف طبعا. كابتن محمد عبد الحميد هو اللي بيشرف على الأكاديمية وهو المسؤول الفني عنها، فبنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تبقى أكاديمية ناجحة إن شاء الله. مجرد ما تحصل له مشكلة يقول لك يرجع مصر، فهو ده نموذج يحتذى به بصراحه يعني. صحيح. نتمنى يطلع 20 محمد صلاح ان شاء الله طبعا بوجود حضرتك في الاكاديميه. وبعدين واضح ان الاكاديميه شغاله على التالنت اكتر ما هي شغاله. هو النهارده اول يوم، فاحنا عندنا اكتر. لا، المقاولين العرب يعني ان جنرال نادي عربيكو معروف. طبعا طبعا، انما احنا كمان عندنا اكتر من 25 اكاديميه في منتشرين في انحاء الجمهوريه، فبنتمنى ان يفرخوا لنا اولاد بقى بمستوى كويس، وبالذات في الاقاليم والاماكن البعيده عن النادي اللي هو صعب ان هو يجي النادي. صحيح، لان بتبقى فيه مواهب موجوده حقيقيا يعني ولم تكتشف. فبنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تبقى اكاديميه كويسه، وافتتاح النهارده يبقى كويس، والاهالي في ميزه في الاكاديميه دي انها في منطقه بعيده يعني ومقفوله، فالأكاديمية دي ممكن تفيد الولاد وأولياء الأمور اللي موجودين في المنطقة دي، متنفس ليهم بشكل كويس، مرنوا تمرين علمي ومقنن بشكل كويس، وبيشرف على الأكاديمية طبعا الكابتن محمد عبد الحميد، واحد من المدربين المقاولين العرب السابقين الكبار، يعني كابتن محمد مدرب كبير معروف طبعا. كابتن محمد عبد الحميد هو اللي بيشرف على الأكاديمية وهو المسؤول الفني عنها، فبنتمنى من الله سبحانه وتعالى تبقى أكاديمية ناجحة إن شاء الله. إن شاء الله، وإحنا كمان بنتمنى وبالتوفيق لحضرتك. وشكرا جدا يا كابتن، الله يخليك. شكرا. رجعت لحضراتكم من الفاصل. بعد الفاصل كان في أكاديمية نادي المقاولين العرب مدينة بدر. طبعا رجعنا للفقرة الأساسية النهاردة في برنامجنا، برنامج صاد النجوم في قناة الصحة والجمال، مع حضراتكم طبعا على الهواء مباشرة. معانا نجوم محترمين جدا جدا، سواء في الرياضة والسياسة أو كمان في الرياضة، ولكن سفراء لينا خارج مصر عملوا تاريخ كبير جدا جدا سواء داخليا أو خارجيا. هنبدأ باليمين كالعادة مع طبعا المستشار لطفي فياض، الناقد الرياضي وأيضا كمان السياسي، وزي ما تقول بقى قول عنده من في الجوع بقى الكثير جدا جدا، المستشار لطفي فياض. اهلا وسهلا بيك في الموسم الرابع لينا في برنامج صاد النجوم. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك كابتن حاتم، برحب بحضرتك، برحب بكابتن مصر كابتن محمد السيد نجم النادي الاهلي والمقاولين العرب والقيمه والقامه الرياضيه الكبيره. اديني فرصه ارحب. اهلا وسهلا بيكم جميعا، برحب بكل القائمين على قناه الصحه والجمال. اهلا وسهلا بكم، وان شاء الله نكون ضيوف خفاف على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. كالعاده مستشارنا بتبهرنا بابتسامتك وادائك على الهواء، وان شاء الله تبقى حلقه قويه ان شاء الله. طبعا كابتن محمد سيد بيمتاز جدا جدا بالاحترام والذوق وكمان كفاءه في العمل، سواء كان لاعب كبير جدا جدا في معظم الانديه المصريه طبعا على راسهم النادي الاهلي ونادي المقاولين العرب زي ابي الجبل، اللي قدم ليه تاريخ كبير جدا جدا مما ادى لاستقطابه في الدول العربية ليكون سفير جد سفير لينا كبير في الدول العربية، كمان عشان يحصد بطولات. النهاردة كابتن محمد سيد المثل والقدوة لكل اللاعبين والمدربين في مصر. أهلا وسهلا بيك كابتن محمد. أهلا بيك كابتن حاتم، سعيد طبعا بتواجدي مع حضرتك في القناة قناة الصحة والجمال الجميلة، ومشكر جدا لتواجدي مع سيادة المستشار، سعيد جدا بوجودي معكم، وإن شاء الله يا رب تكون حلقة كويسة ونكون دمنا خفيف على المشاهدين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يكون الله. تكون حلقة قوية. كابتن محمد سيد، حضرتك قامة كبيرة جدا جدا، محترمة في الدوري وكمان محترمة في الرياضة المصرية، بتقدم كثيرا جدا جدا لينا. هنبدأ مع حضرتك على طول بكلامنا، مستوى الرياضة في مصر.
والله طبعا مستوى الرياضه في مصر والعالم كله، يمكن العالم كله اتاثر في الرياضه بالاخص، لان طبعا انت عارف الرياضه بالنسبه لها الاستمراريه في التدريبات والمنافسات يعني من احد الاسباب او احد الحاجات المهمه جدا لارتفاع المستويات. لكن انت الفتره اللي فاتت دي جائحه كورونا يعني اثرت بالسلب الكبير على المستويات الفنيه، ويمكن يعني العالم كله يعني اصر ان الحياه ترجع وتعود تاني بالرغم ان يعني بالرغم في وجود كورونا، يعني العالم كله اصر ان تبقى موجوده ترجع تاني الرياضه وترجع تاني الحياه لطبيعتها، لان فعلا فعلا اتاثروا بالسلب كبير جدا. واهم الحاجات ديت المستويات الفنيه بتاعت اللعيبه. مستويات الفنيه كلمنا أمر يعني كلمنا اكتر عن الموضوع ده كابتن محمد، لان للاسف الشديد احنا عندنا حاجه سيئه جدا جدا. يمكن انت اثرتك المقدمه بتاعت البرنامج ودخلت واتكلمت فيها واثرت فيها بعض النقط، تكلمني عن اللي استشفيته في المقدمه. طبعا انت المقدمه بتاعتك لمست نقط كتير قوي 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 في مقدمه البرنامج، يعني من اهمها المستويات الفنيه والبيع والشراء واللعيبه اللي ارقامها عاليه كويس. انا هستفيد بده بشكل كبير جدا جدا. استاذ المستشار، اكيد طبعا انت من رؤيتك للدوري او بعد جائحه كورونا، يمكن الوحيد اللي استفاد من عوده الدوري هي الدوله، بحيث ان احنا ماشيين في منظومه ان الدوري خلاص رجع، اللي بيبدا النشاط يرجع. طبعا عارف انت ان ده اكل عيش ناس كتير جدا جدا من الرياضه او من التجاره، فما بترجع الرياضه اكيد في بعض بعض الموارد بتخش، بعض الناس الارزقيه الكلام ده كله، ولكن الهدف الاسمى وهو المشجع، هل هو استفاد من عوده النشاط الرياضي؟ كرة القدم في مصر اولا تاثرت بالفعل زي ما قال الكابتن محمد بسبب جائحه كورونا في العالم، في العالم اجمع، هي ما تاثرتش مصر بس، يعني كره القدم لمسه ولعبه، كنا ده اللي احنا اتعلمناه من بدايه الكوره. فالنهارده انت ما بتلعبش، النهارده ما فيش اللمسه للكوره، ما فيش الاحتكاك على ارضيه الملعب. فالنهارده الفرق الكبرى تاثرت سلبا، ده شيء طبيعي بسبب جائحه كورونا وتوقف الدوريات في العالم كله. فطبعا ده اكيد مش مصر بس، يعني حتى النهارده النادي الاهلي مستواه مش هو مستوى النادي الاهلي. خلينا نبحث برضو في الجزئيه دي، لان ممكن الناس كلها تفتكر ان الاداء واللي بيحصل دوت كله سببه جائحه كورونا، وان احنا عطلنا او ان احنا رجعنا، وهم الناس دي، وهم الفلوس اللي بياخدوها والمرتبات اللي بياخدوها اللعيبه، وهي هي دي اللعيبه اللي كانت قبل بس كورونا. هي بس مش عايز اقول ان كورونا هي السبب في النظر اللي بنشوفه. لا لا بص بص حاتم، الموضوع جائحه كورونا، انت عارف انت التدريب النهارده، يعني لو افترضنا الناس كلها شغاله على العلم، فالتدريب محتاج يعني جزئيات معينه او وحدات تدريبيه معينه عشان خاطر توصل لعيب بالفورمه الرياضيه بتاعته. انت النهارده لو افترضنا مثلا الدوري المصري رجع بعد اسبوعين، اللعيبه عملت المساحات بتاعتها وطمنوا اللعيبه الحمد لله بخير، بدات اللعيبه تتوجه للتدريبات. بعد نزولهم للتدريبات في خلال اسبوعين او ثلاث اسابيع الدوري اشتغل. الكلام ده غير علمي نهائي، حتى انت تلاحظ النهارده الاهلي عنده كم اصابات قد ايه؟ الزمالك عنده كم اصابات قد ايه؟ ده اللي ظاهر قدامنا، الى جانب بقيه الفرق اللي هي يعني سوريا مش مسلط عليها الاضواء بشكل كبير غير الاهلي والزمالك. طب ده بيعود يا كابتن محمد، بتتكلم على انديه كبيره بتجيب اكبر المدربين. طبعا. وعندها اساسيات وعندها احنا مدربين. احنا بنتكلم في خطه اعداد يا كابتن حاتم، مش بنتكلم يعني لو دخلنا في الجزئيه دي مش هنخلص. بنتكلم في خطه اعداد، انت النهارده اللعيب عشان خاطر يبدا يرجع لفورمه الرياضيه بتاعته ويبدا يخش الفورمه الرياضيه بتاعته، الطبيعي اللوجيك لا يقل عن 8 اسابيع. 8 اسابيع بنتكلم في شهرين. يعني معنى حضرتك ان انت كنت تقول ان احنا ممكن نرجع نشاط تدريبات وليس مسابقات. بس هو انت ملتزم بجداول معينه وملتزم بحاجات معينه، كنت مضطر ان انت ترجع وتشتغل. تمام. بالظبط. هو انا قلت ايه يا كابتن محمد؟ هو المفروض اساسا ما كانش استكمل الدوري المصري. هو استكمل الدوري المصري تحت ضغوط جماهيريه. تمام. هما ما كملوش الدوري، هو النادي الاهلي واخد الدوري من قبل كورونا ومن قبل التوقفات دي كلها. تمام. فاحنا قلنا
خلاص ننهي موضوع الدوري، والدوري مثلا ياخده النادي الاهلي، ونشوف القصه بعد كده الدرجه الثالثه والدرجه الثانيه والدرجات الادنى، نبتدي نشوف الناس دي بحيث ان احنا ناهلهم خلال شهر او شهرين. زي ما قلت حضرتك ان من الصعب جدا 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 انك ترجع نشاط خلال اسبوعين او ثلاث اسابيع لكم الاصابات، وحضرتك احنا كنا لعيبه كره وفاهمين الكلام ده كويس. تمام. فطبعا مستحيل. طيب كارتيرون وفايلر هم متفقين مع بعض ان هم هيسيبوا الانديه الكبيره في نفس التوقيت او في نفس او ما قرب منهم الوقت، استقطاب الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبعض الانديه المصريه للمدربين الاجانب اللي بيخوضوا جدا جدا في مصر وبيكلفوا يمكن انديه، بيكلفوا اتحاد، بيكلفوا الكلام ده كله، خد المدربين دول يا كابتن محمد، وجه استفاده الانديه منهم ايه؟ هل بيستفيد المدرب الاجنبي من النادي كسيفيلي اكتر، ولا احنا كجماهيريا بنستفاد؟ بص يا كابتن حاتم، سؤالك بيتكلم في اتجاهين. الاتجاه الاولاني انا ليه بجيب مدرب اجنبي؟ الاتجاه الثاني النهارده بقت ظاهره، يعني سوري انا اسف، يعني ان لما النادي الاهلي ونادي الزمالك يبقى فيهم اتنين مدربين ويشتغلوا فيهم، ومش اول مره تحصل المدرب يسيب النادي ويمشي باي شكل ما او باي طريقه ما، لا ده هنا في وقفه كبيره، وقفه كبيره مع ادارات الانديه دي. انت بتجيب المدرب على اساس ايه؟ معلش، النادي الاهلي ونادي الزمالك اي مدرب بيخشوا اسمه بيعلى ايا كان، سواء مصري او اجنبي، انت بيبقى معاك كل سبل النجاح في ايدك. فانت النهارده لما تبص ان اروح هنا او هنا، يبقى سوري اختيار النادي من البدايه للسي في بتاع الراجل ده، انت لازم تبص للسي في في كل تمريراته السابقه مع الانديه اللي قبل منها، لان اعتقد اللي يبص النهارده للمقابل المادي زياده عشان يسيب نادي زي نادي الزمالك او يسيب نادي زي النادي الاهلي ويروح للمقابل المادي الزياده شويه، ماشي اوكي انا معاك ان الغرب اتجاهاته، وراجل بالنسبه له بيتغرب او ما يفرقش معاه، ولكن انت النهارده داخل في منظومه، هل انت ضامن انك تنجح في المنظومه الثانيه؟ تمام. هل فكل دي تساؤلات. ده النهارده حصل مع كارتيرون طبعا. النهارده كارتيرون، سيبك من كارتيرون، المستشار مرتضى منصور عاد في نقطه يمكن هقولها دلوقتي مش عارف الناس واخده بالها ولا لا. المستشار مرتضى منصور الراجل كارتيرون في عقد واضح وفي شرط جزائي، الراجل بمقابل الشرط الجزائي دفع الشرط الجزائي وخد بعضه ومشي. النهارده فايلر ده لما يقول للنادي الاهلي السلام عليكم، مين سبب الموضوع ده؟ مهم جدا يا استاذ حسن، مع اني يعني انت جايب النهارده طرف ممكن اكون مثلا جانب النادي الاهلي، لكن النهارده فايلر لما يخش النادي الاهلي ويسيب النادي الاهلي يقول له السلام عليكم من غير ما يدفع جنيه، من غير شرط جزائي في العقد، الكلام ده لمصلحه مين؟ تمام. خد بال حضرتك. فالموضوع ده ما يعديش كده. المفروض في متغيرات من ساعه ما رجع، يعني من ساعه ما رجع الاجازه في متغيرات غريبه. بص هقول لحضرتك حاجه، الراجل ده جاي من سويسرا، محدش يعرفه. مفيش يعني حتى عالميا مش معروف قوي. تمام. ولا حتى في سويسرا بلده مش معروف قوي. تمام. جه دخل النادي الاهلي، خلينا اقول هو راجل منظم ولطريقته ومدرب مجتهد وليه كل الحاجات الايجابيات اللي في شخصيته او 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 او، لكن النهارده لما يخش نادي زي النادي الاهلي وما تحطلوش شرط جزائي انه ممكن في اي وقت حب انه يمشي، لا هنا في وقفه. تمام. تفسيرك بقى عوده باتشيكو تاني بعد ما كان هرب هروب، يعني هروب اللي قلنا فيه بقى ايه طبعا قصص في الهارب ومش عارف ايه والكلام ده كله، عوده تاني ان هو يجي في التوقيت ده للزمالك، هل كان يصح ان الزمالك يكمل الفتره اللي جايه دي كلها بمدرب مصري موثوق فيه، ولا نجيب باتشيكو تاني ونرجع تاني باتشيكو ونرجع تاني فييرا ونرجع تاني للقصه بتاعتنا؟ انت عايز تقول مع او ضد؟ شوف انا اقول لحضرتك، انا ضد استخدام مدربين اجانب تماما. انا عندي مدربين مصريين اكفاء على مستوى عالي جدا وبيعرفوا يتعاملوا مع اللاعب المصري كويس جدا، بس احنا لو اديناهم الفرصه اللي احنا بنديها للاجنبي اللي احنا بنعمله وبنصنعه. كارتيرون جاي فاشل من وادي دجله، جاي فاشل من النادي الاهلي، وجاي مطرود، واخد بال حضرتك، اخذوا الزمالك. بس عمل نتائج كويسه. هو عمل نتائج كويسه، هو مدرب كويس. هو فشل نتيجه ايه؟ هو ما عندوش الحكمه او الحنكه الرياضيه ان هو يصنع نجم، لكن يقدر يوظف نجم في اماكن معينه، وده اللي حصل مع نادي الزمالك. ان هو عنده قماشه. في معانا مداخله يا جماعه. مداخله مين؟ ندى. معانا مداخله من استاذه ندى، اهلا وسهلا بيك يا فندم. الو الو كابتن حاتم، معايا؟ اه يا فندم معاك، اهلا وسهلا حضرتك، انا معجبه بيك جدا. تمام، تحت امرك، اتفضلي.
ومن أسدم مجرم بحضرتك، واستنى يوم الخميس عشان اتفرج على حضرتك. ربنا يخليكي، شكرا ليكي جدا، شكرا، متشكر جدا، ربنا يخليك يا رب. وبحبك قوي والله. ربنا يخليك، شكرا، شكرا لحضرتك جدا. يا سيادة المستشار نكمل حوارنا، اتفضل اتفضل معاك. مفيش حد، اتفضل اتفضل يا سيادة المستشار. طبعا انا ضد، مع ضد استخدام مدربين اجانب الكابتن حاتم. اتفضل. فطبعا احنا قلنا الكلام ده يمكن قبل كده في حلقات عديده قبل كده، قلنا المدرب المصري نجح جدا، بس لما نديله الفرصه الكامله بتاعته ان هو يكمل وان هو يقدر ينجح. بس في برضو في حاجه برضو، احنا ممكن نستخدم الاجانب كمدارس جديده علينا نستفيد منها، اكيد هنفيد. كابتن حاتم احنا بنجيب مدربين، يعني شوف السي في بتاع فايلر هتلاقيه زي الزفت، ما عندوش اي حاجه. انت النادي الاهلي النهارده، بس احنا عندنا مشكله، بس احنا عندنا مشكله، عمل منه عندنا نجم. مشكله في الحته دي يا كابتن، ان هو لما ياخد 5 6 مباريات ورا بعض ده اعظم مدرب في العالم. بص يا كابتن، لما يحصل فيه انت دروب. انت لمست نقطه جميله، بتقول ان انت النهارده لما استقطب مدرب من بره المفروض ان اجيب مدرسه معينه عشان المدربين اللي عندي يستفادوا. النادي الاهلي النادي الوحيد في مصر اللي استفاد من الجزئيه دي. تمام. طلع النهارده الكابتن حسام البدري مدرب منتخب مصر. طالع من ظهر مانويل جوزيه. تمام. كابتن محمد يوسف النهارده موجود في اي وقت، هو اللي ماسك مدير فني النادي الاهلي برضو احد تلامذه مانويل جوزيه. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. دي حاجه او اتجاه مظبوط او اتجاه جميل. قول لي كام نادي اشتغل على نفس المنوال على نفس في نفس الاتجاه؟ مفيش. اذا انا هقيد كلام سياده المستشار، في انديه كتير جدا مش شرط تبقى عندك مدرب اجنبي. طيب سؤالك سؤال كابتن محمد، عشان انت بتخوض في حاجات بتفتح معايا اسئله تانية خالص. السوشيال ميديا بتلعب دور كبير جدا في الناديين اهلي وزمالك. يا اما في دمار بيحصل، اخلاقيات بتضيع، يمكن دلوقتي حتى الكاميرات بقت بتجيب بتصور حاجات معينه زي الفيديو اللي عرضناه لاعب بتاع وادي دجله لما طلع ضرب الولد بالقلم على وشه. في حاجات بتحصل دلوقتي احنا للاسف الشديد بنتفاعل معاها خطا. تمام. يعني بنحاول نعالجها لكن بنتفاعل معاها خطا. تمام. انت شايف تعامل السوشيال ميديا عموما، كمان مش في الرياضه، كمان عموما بنستخدمها صح؟ لا، احنا الشعب الوحيد اللي في العالم بيستخدم السوشيال ميديا في اتجاهات خاطئه مش مظبوطه. تمام. يعني لو اتجهت، يمكن انا كان ليا الحظ اني سافرت مثلا احد الدول العربيه. تمام. والناس بالنسبه لهم السوشيال ميديا ما هي الا فعلا وسيله اتصال اجتماعي، بيشوف الدنيا ماشيه ازاي والامور ماشيه ازاي. تمام. واحد صاحبه عنده ظرف معين بيسال عليه بيسلم عليه الدنيا كده، لكن الناس ما حدش يقدر يخوض في تفاصيل او في حاجات مش مظبوطه. تمام. معانا مداخله، معانا مداخله ام صالح. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، اهلا بيك. انا اولا بشكر حضرتك باهتمامك بالمواهب، وبتمنى ان انا ابني يبقى في يوم من الايام يبقى متواجد معك في البرنامج. بس انا ليا ملحوظه. اتفضلي. عايزه اقولها يعني. اتفضلي. هو دلوقتي البراعم عامه يعني في يعني ما فيش اهتمام بيهم، ما فيش اهتمام بالموهوبين، ما فيش اهتمام بالموهبة. الأكاديميات كتير والنوادي كتير ماشي، بس موهوبين قليل قوي 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 لما تلاقي حد مهتم بيهم. هو الاتجاه دلوقتي على الناشئ، انما البراعم ما اعتقدش حد بيوصلهم خالص، ما حدش يعني بيوصلهم. دلوقتي الدنيا بقت ماشيه ازاي؟ معايا فلوس اودي ابني اكاديميه، معيش فلوس خلاص ابني يتركن. طب انا معايا فلوس وابني موهوب مثلا. تمام. بردك الفرصه بردك مش متاحه. تمام. الفرصه مش متاحه، بس فهي بس وجهه نظري ان ايه يعني سكنه يوصل. وجهه نظر حضرتك، وجهه نظر حضرتك طبعا يا ام صالح طبعا على راسنا، وهتخلي كابتن محمد سيد يرد على حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا. طبعا انا بشكر الاخت الفاضله على الكلام الجميل اللي قالته ده. موضوع البراعم موضوع مهم جدا، ولكن هي جزء من كل، ولي الامر جزء من كل. هي قالت ان انا لو معايا فلوس بس مش لاقيه الاهتمام. لا، الاهتمام حضرتك تقدر تلاقيه وتلاقيه في اماكن كويسه، في ناس بتشتغل بشكل محترم. مش كل التجارب اللي انت خضتيها، ما هو ممكن يبقى معاها فلوس بس مش واسطه. ما لا، مش شرط الواسطه يا استاذ حاتم، انا بتكلم في جزئيه ثانيه خالص. الموضوع مش موضوع واسطه والبراعم. بص، شغل البراعم كله ما تقوليش واسطه ان عيل يخش هنا ولا هنا ولا هنا. لا، انا لو ابني موهوب دور على المكان اللي ابنك يلعب فيه. ما انا بدور على المكان الصغير ده. ما هو انا بدور استاذ حاتم،
بص كل مشاكل الواسطة فيما يخص موضوع البرامج بالذات تحديدا ان العيل الصغير البرام الصغير لازم يلعب في سنه لازم يلعب تمام. فمش شرط ان اوديه اهلي او زمالك او مقاولين، ما هي المشكله في دي. ايوه المشكله ان ولي الامر بيدور اكبر الانديه يوديه نجم. شوف انت قلت بيدوروا ان العيل يقول له انت نجم من وانت صغير، واخد بال حضرتك؟ لكن انت لازم تدور في سن البرامج ده بالذات، اولا محتوى التدريب اللي العيل اللي الطفل بياخده مهم جدا جدا، بيختلف من سن لسن. الجرعات التدريبيه، الجرعات ولا المحتوى التدريبي كمان يا استاذ حاتم، محتوى الشغل نفسه ايه اللي يفيد الولد. النهارده سوري بخش اكاديميه اتفرج تلاقي شويه اقماع محطوطه في الملعب، رصين رصين الملعب، عيد ميلاد عيد انا ميلاد. بسميه عيد ميلاد، شمع محطوط كتير والوان كتير في الملعب، تشبيه تشبيه رهيب اللي أيوة. احنا بتقوله، وتشوف مدى استفاده العيل او الطفل من الشغل ده. سياده المستشار لا حاجه هتلاقي صفر، حاجه صعبه جدا. اه والله حاجه صعبه جدا. النهارده بنفرح بالاقماع والجريل ما اعرفش ايه والجريل بالظهر والكلام، لكن فنيات يا كابتن محمد لا لا هو ده الاهم موجودة. هو ده الاهم مش موجود، هو ده الاهم. سؤال قوي جدا عايز اطرحه لحضراتكم برضو، هو مشوار الناديين الكبار اهلي والزمالك في البطوله الافريقيه. البطوله الافريقيه يا كابتن حاتم هنتكلم نتكلم بوضوح ونتكلم بصراحه. اتفضل. انت داخل على كارثه رياضيه البطوله الافريقيه. يا ساتر يا رب. تمام. انا زي ما بكلمك كده وهتفاجئ بمستوى النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، خاصه النادي الاهلي، وانا بقول لك وبحط تحتها خطين عشان يعمل حساب النادي الاهلي من دلوقتي. بتكلم عن النادي الاهلي كتير. هقول لك انا بحب النادي الاهلي، مش بكره النادي الاهلي على فكره، انا زملكاوي بالفعل لكن انا بعشق النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وكل النادي الاهلي وجماهيره، كلهم اخواتنا وكلهم قرايبنا وكلهم ولاد عمي ولاد خالي ولاد خالتي. تمام. قول لي بقى. قرايبنا مش حد تمام. غريب يعني، فاحنا كلنا نسيج واحد. سيبك بقى من عمليه السوشيال ميديا وده يشتم وده يقول كلام مش محترم. انا كرهت حاجه اسمها السوشيال ميديا بكلها بانواعها كلها. النهارده يعني بتلاقي ناس لا هي قيمه ولا هو اتعلم ولا بيعرف يتكلم اللغه العربيه حتى اصولها بدائياتها، هو تهيج كمان ما عندوش. والنهارده بيقعد يشتم في ناس محترمه، يشتم في مجلس الوزراء، يشتم في الرئاسه، يشتم في ما اعرفش ايه. النهارده الناس كلها بقت بتخبط، ما فيش رقابه أخلاقيات على السوشيال ميديا. طبعا المشوار الافريقي للناديين المشوار الافريقي للناديين بصراحه في قلق، يمكن حتى قبل رحيل كارتيرون وقبل رحيل فايلر كان الناس قلقانة من النواقص اللي موجودة في الفرقتين، ويمكن كان نادي الزمالك أكثر استقرارا أو أكثر أداء أو الأفضل أداء الفترة اللي فاتت دي، لكن بعد رحيل الاثنين مدربين رحلوا في أو هيمشوا في توقيت صعب جدا، إن الفرقتين داخلين على 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 يعني على البطولتين الأهم أو البطولة الأهم. إن النادي الأهلي لما يجيب مدرب أجنبي جايبه عشان خاطر البطولة دي، صح، مش جايبه عشان خاطر بطولة الدوري. نفس الكلام نادي الزمالك جاب مدرب عشان خاطر يلم له اكبر قدر من البطولات، والاهم بطوله افريقيا اللي هي من خلالها. وللاسف كمان لما يجي نجيب مدرب اجنبي المنتخب المصري بنجيبه عشان بطوله معينه، حتى لو خدها بمشي مفيش خطه. مفيش خطه، موضوع على الامل البعيد بعيد ان مدرب يشتغل معايا. حاجه اخيره عايز اخدها، وهي رمضان صبحي ومؤمن زكريا، وجهه نظرك من مؤمن زكريا واللي بيحصل دلوقتي معاه. والله مؤمن يعني يمكن يعني النادي الاهلي يعني زي ما بيقولوا ايه قطع عرق وصيح دم، لان كان السوشيال ميديا مركزين في ان النادي الاهلي اهدر حقوقه وما بيسالش فيه والقصه دي كلها. من تقريبا من اسبوع او 10 ايام النادي الاهلي يعني عرفنا من خلال برضو القنوات الشرعيه في النادي الاهلي ان عملوا احتفاليه كبيره جدا في النادي مع زمايله وخد كل حقوقه كامله. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى الناس تقف منه، تقف جنبه بزياده، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يتم الشفاء عليه يا رب، لان الصوره اللي شهد بيها اللي طلع بيها مؤمن في احد الحفلات فعلا هزتنا كتير جدا. على النقيض الاخر رمضان صبحي النهارده انت دخلت مرحله احتراف تمام، فما تجيش تقول لي ولاءك للنادي وابن النادي والكلام ده كله. خلاص طالما دخلت مرحله احتراف وفي ملايين يبقى لا، مفيش هنا ولاء النادي وابن النادي والكلام ده كله. تمام. النهارده العب لاي فريق اللي هو يديني بالظبط كده. هو اللي بس بالظبط كده، يمكن هو الوحيد اللي الخسران في القصص دي كلها هو الجمهور. طبعا بالظبط كده. طبعا هتدعمي في الانتخابات يا كابتن محمد، وعندنا الانتخابات ملتهبه جدا في حلوان. للسؤال المحرج ده لا مش مين
لا طبعا احنا عندنا ناس كبيره، قامات كبيره جدا في حلوان، وبصراحه كلهم ناس ما يتخيلوش عن بعض. ولكن انت عارف طبعا يعني بصفتي كرياضي اكيد طبعا اخواتنا الرياضيين اللي موجودين في حلوان اكيد طبعا لازم نقف جنبهم وندعمهم. بلاش بقى يعني عشان من يعني اخواتنا الرياضيين الناس خلاص الناس عارفينهم السنتي ان واقف بتقول عاملين نفسك هم اتنين زمايلنا زمايلنا الرياضيين. لا وفي كابتن رضا البلتاني كمان موجود، يعني كان عندك كابتن رضا وفي كابتن محمد سعيد وكابتن محمود سالم بالظبط، يعني دول ثلاثة الرياضيين اللي موجودين في وانت ليك ثلاثة انا ليا ثلاثة تمام. لا برضه ثانية بس، ما عندنا برضه المهندس اسماعيل نصر الدين، وعندنا هتنتخب كل دول. مهندس اسماعيل نصر الدين رئيس النادي بتاعي. هتنتخب ما طلعناش في غلط يا استاذ. كابتن محمد هتنتخب مين؟ لا انتخب مين دي يعني بتدعم مين؟ انا ادعم طبعا المستشار عبد الرحمن طه كواجه جديد تمام؟ راجل سياسي مخضرم، راجل عنده خلفيه عن الانتخابات عن التشريع عن الحاجات دي كلها. راجل متعلم تعليم كويس. فانا راجل جاي وجه جديد، احنا تمام. عايزين نجدد الدماء يا كابتن حاتم، عايزين تمام. ندعم ناس جديده. الاستاذ احمد فؤاد معلش نص دقيقه، كل كلمه اخيره عشان مخرجنا الجميل بس بيستاذننا، كلمه اخيره لكل ده، كلمه اخيره يا كابتن محمد. كل كلمه اخيره ايه؟ كلمه اخيره، كلمه اخيره عشان نختم اهو. بنصر اسال الله السلامه لمصرنا الحبيبه يا رب، ان شاء الله يا رب، ونتمنى باذن الله يا رب اللي جاي يكون احسن للبلد ان شاء الله. احنا شعب طيب وشعب جميل، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكون اللي جاي لينا افضل بكتير ان شاء الله. معالي المستشار كلمه اخيره. انا اقول للشعب المصري حافظوا على الوطن بس مش عارف. طبعا انا بشكر مخرجنا الجميل كيلاني، محمد كيلاني على ادائه الرائع النهارده طبعا، ومخرجنا اللي ما كانش النهارده طبعا محمد شحاته، انا بشكره طبعا شكرا جزيلا على دعمه الكبير. ايضا محمد المالكي بشكره شكرا جزيلا على مجهوده وعلى الابداع اللي بيحصل في القناه قناه الصحه وجمال. عم عزب انا بشكرك شكرا جزيلا على وقفتك المحترمه جدا جدا خلف الكاميرات، واللي بتظهرنا دايما بشكل كويس بشكل كبير. خبر مهم جدا عايز اقوله سريعا، ان شاء الله باذن الله من باكر هنتوجه الى دوله الامارات الشقيقه لتغطيه احداث مهمه جدا من خلال نادي البطل الاولمبي اللي بيقوم عليه كابتن سيد رياض المشرف العام على نادي البطل الاولمبي، وان شاء الله باذن الله هكون برفقه زميلي واخي كابتن عمرو فتحي لزياره بعض الانديه وفي توقيع لبعض اللاعبين المصريين الناشئين. يمكن دي مفاجاه اول مره تحصل، وهكون برفقه اللاعبين غدا ان شاء الله نتوجه الى الامارات. بطلب من حضراتكم الدعاء لينا ان شاء الله باذن الله نروح ونيجي بالسلامه وربنا يكرمنا في المهمه الخاصه دي بان احنا نظهر ناشئين خارج الدوله وخارج حدودنا المصريه. بشكر ضيوفي شكرا جزيلا على دعوه وقبولكم الدعوه وانتم بتقدموا معاك استاذ مستشار. شكرا جزيلا، بشكرك طبعا، بشكر قناه الصحه وجمال، بشكركم اعزائي المشاهدين. استنونا ان شاء الله باذن الله كل خميس الساعه 11 قناه الصحه والجمال حصريا لصائد النجوم. شكرا لكم وشكرا لكل فريق الاعداد. انتظرونا مع حاتم عسكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.